بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بالحي السابع، قال: والبيان بمعنى التبيين. بداية البيان يأتي وله ثلاثة معان. المعنى الأول أن يأتي بمعنى التبيين الذي هو مصدر، اللي هو فعل، اللي هو إنشاء البيان. ويأتي البيان بمعنى نفس الدليل الذي يحصل به البيان. ويأتي بمعنى العلم أو الظن المستفاد من الدليل الذي يحصل به البيان. فالبيان يراد منه هذه الثلاث، إما أن يطلق في مقابلة الفعل، وإما في مقابلة نفس الدليل، وإما في مقابلة العلم أو الظن المستفاد من الدليل. وعلى كل معنى من المعاني عرف العلماء البيان. فمن نظر إلى أنه هو فعل المبين، الشخص الذي يبين مثلا، يعني قال بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ومن قال بأنه بمعنى الدليل عرفه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر إلى علم أو ظن، وصار على ذلك الشيرازي. ومن عرفه بأن ومن قال بأن البيان هو نفس العلم المستفاد عرفه بما يفيد ذلك. فنحن أمام ثلاثة تعريفات، كل تعريف منها عالج زاوية معينة من الاستعمال، وليس في ذلك تعداد، وإنما في ذلك اختلاف النظرة والوجهة. ولذلك قال إمام الحرمين: والبيان بمعنى التبيين. البيان يأتي بمعنى التبيين، بينت الشيء تبيينا. والتبيين بمعنى فعل المكلف أو فعل البيان، وهو مثل السلام بمعنى التسليم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا من الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني لمن سلم عليكم، اللي هو التسليم، التسليم اللي هو السلام عليكم، هو ده التسليم. والبيان هو اللي هو الفعل، اللي هو إخراج الشيء من حالة لا يفهم فيها إلى حالة يفهم المراد ويزال الإشكال، وهو إخراج الشيء. إخراج الشيء، الإخراج إنما يكون بعد إدخال. خرجت من كذا، يعني كنت في كذا ثم خرجت منه، وهذا يفهم بأنه كان قبل ذلك غير واضح ثم بعد ذلك صار واضحا. إخراج الشيء، والشيء كما قلنا عند سيباويه كل ما يصح أن يخبر ويتعلق العلم به، سواء كان معدوما أو معلوما، بخلاف المعنى الكلامي لكلمة شيء، لأن المعدوم عند أهل السنة والجماعة شرطتين، السادة الأشاعرة، الشيء المعدوم ليس بشيء،
ولكن هذا من جهة الاصطلاح. إخراج الشيء، الشيء يقصد به هنا سواء كان لفظا أو كان فعلا، لأن اللفظ قد يكون غير واضح الدلالة فيحتاج إلى إخراج من عدم وضوح الدلالة إلى وضوحها، والفعل قد يكون مترددا بين أمرين فيأتي المبين حتى يخرجه من حالة التردد إلى حالة التعين، من حالة التردد بين أمرين إلى حالة يتعين فيها الحال ويزال فيها الإشكال وينطمس فيها الإبهام. إخراج الشيء، وقال كالمجمل، فالإخراج هنا متعلق بالشيء. طيب، عندما قال كالمجمل، هذا تمثيل للإخراج أم تمثيل للشيء؟ لا، إنه تمثيل للشيء وليس تمثيلا للإخراج. إخراج الشيء كالمجمل، والكاف هنا دخلت للتمثيل ولم تدخل للحصر. إخراج الشيء كالشيء المجمل من حيز، الحيز يراد به في الحقيقة المكان، حيز كذا يعني مكان كذا، لكن المكان هنا ليس مرادا، إنما المراد بالمكان هنا الحال، الصفة. من حيز يعني من مكان، وليس المكان هو المراد، وإنما المراد به الحال، الصفة. إخراج الشيء من صفة الإجمال، صفة الإشكال يعني عدم الوضوح، عدم التعين، من حالة هي الإشكال إلى حيز أي إلى حالة هي التجلي والوضوح. وهنا استعمل جملة الحيز، والحيز حقيقة في الأجسام ولا يستعمل في المعاني، فاستعماله في المعاني مجاز لأن المعاني لا تحل في المكان. من حيز يعني من حالة وصفة الإشكال إلى حالة وحيز وصفة التجلي والوضوح. والإضافة كما يقول الشراح من إضافة الأعم إلى الأخص. الحيز قلنا في الحقيقة هو المكان، ثم بعد ذلك استعمله في الحال، والحال أعم من الإشكال، لأن الحال هنا معناه معنى الصفة، ما يكون عليه الشيء، قد يكون يعني موصوفا بالإجمال، موصوفا بالإشكال، موصوفا بالبيان، وهكذا. قال إلى حيز التجلي، تجلى الشيء يعني اتضح، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وتجلي المولى سبحانه وتعالى تجل يليق به سبحانه وتعالى، وليس المراد به الوضوح، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر من كل شيء، وكل شيء بالنسبة له خفي، وهو الوحيد الظاهر الباطن. أي الإيضاح يعني حيز الإيضاح يعني حيز التجلي،
يعني ايه ايضاح ايه؟ قالوا اي ايضاح المعنى. ايضاح يعني ايضاح المعنى، فهم المراد. فالاتيان الفاء هنا للتفريع. أي ينبني على ما سبق من تعريف الذي يفهم أنه البيان إنما يكون لشيء كان قبل ذلك موصوما وموصوفا بالإشكال، ثم بعد ذلك حصل له الوضوح والظهور. إذا أتينا ابتداء بالحكم واضحا ظاهرا لا يحتاج إلى رفع إلباس لا يسمى في الاصطلاح بيان، لأن البيان إنما يرد على شيء دخل في حيز الإشكال ثم خرج من حيز الإشكال بسبب دليل رفع إبهامه وأزال إشكاله. يبقى عندي دليل أول، دليل ثاني، دليل أول مشكل، دليل ثاني رفع الإشكال. هذا هو الذي يسمى بيان. أما إذا أتينا ابتداء بالحكم ظاهرا وواضحا فلا يكون ذلك الحكم، ولا يسمى ذلك الحكم بمسمى أو باسم البيان. لماذا؟ لأنه ليس موصوفا ولا متصفا على هذين الأمرين، الإشكال واتضاح. ولذلك أتى بالفاء التي تفيد التفريع. قال فيتفرعوا على هذا التعريف، ونستخرج من هذا التعريف أن الإتيان بالظاهر، إتيان يعني إيه؟ يعني المخاطبة بالظاهر ابتداء، ابتداء يعني إيه؟ يعني من أول الأمر، ولم يكن قبل ذلك مشكلا ثم رفعنا إشكاله. قال فالإتيان بالظاهر ابتداء من غيره. طب ما هو ظاهر يغني عنه ما بعده، الظاهر ابتداء بس كده، لأن الظاهر هو الواضح. لكنه أيضا أراد أن يزيد في التفسير، قال من غير سبق إشكال، من غير سبق إشكال. لا يسمى بيانا في الاصطلاح، يعني لأن هذه الأمور أمور اصطلاحية، وإن سمي بيانا في اللغة لكننا لا نتكلم عن الأوضاع اللغوية، وإنما نتكلم عن الأوضاع الاصطلاحية. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على إشكال وجه إليه في التعريف. قالوا في محصل هذا الإشكال أن التعاريف من شرطها أن تصان عن المجاز، ولذلك قال صاحب السلم ولا تجوز بلا قرينة تحرز، يعني أنه لا بد من اجتناب المجاز في التعاريف. لكن هذا الحد قد اشتمل على المجاز، حيث إنه أطلق المكان وأراد الحال، حيز وحيز، والحيز إنما يكون في الأماكن. ولكن العذر في ذلك أن المجاز يمنع من دخول الحدود حيث لم يكن معه قرينة تفيد المراد، فإن ظهر المراد من العبارة المجازية وحصلت فإنه حينئذ يجوز أن يدخل المجاز في التعاريف لوضوح المراد. مش في قرينة؟ عندما يسمعها ويلاحظها السامع تصل الحقيقة بعد ذلك إلى عقله من أقرب طريق. قال واستعمل المصنف، من المصنف يا مشايخ؟
إمام الحرمين. كويس، احنا اتغيرنا كتير، نحن يعني استيقظنا. واستعمل المصنف الحيز حيث قال من حيز إلى حيز بمعنى الحال مجازا، يعني استعمالا مجازيا لوضوحه، يعني لوضوح المقصود به، فلا مانع من دخول المجاز في التعريف حيث كانت هناك قرينة. ولموافقته، سؤال تاني، وكأن سائلا سأله وقال يعني ما قلت تخرج لنا، يعني تقول من الإشكال إلى التجلي وتحذف حيز وحيز وخلصنا، فلما عبرت بكلمة حيز؟ ولو أسقطتها لما حصل هناك ضرر، فيش مشكلة، ما في مشكلة، فأنت وضعتها لماذا؟ قال أنا وضعتها من أجل أنني عبرت بعبارة تحتاج في المناسبة والموافقة والملائمة إلى كلمة حيز. اقرأ أول التعريف، أول التعريف بيقول لك إيه؟ إخراج. والإخراج يلائمه المكانية، خرجت، هتبقى خرجت منين؟ من مكان إلى مكان، لأن الإخراج هكذا يحتاج إلى مكان، خرجت من الرواق إلى مثلا المنزل، فالإخراج يحتاج إلى مكاني، ومن أجل ذلك عبر بالحيز حتى يوافق ويناسب ويلائم الإخراج. ثم نبهنا على شيء مهم جدا يفيدنا في مطلق التعريف وفي كتب العلم، حيث قال واستعمال المجاز في الحدود عند فهم المراد، أو استعمال المجاز وفي الحدود وعند فهم المراد لا إشكال فيه وجائز. ولا تاني، استعمال المجاز في الحدود يعني إدخال الكلمات المجازية مع وجود القرينة في التعريف لا مانع منها، لأنه لا تعيق الفهم، ومع وجود القرينة ينصرف الذهن إلى المعنى المراد من أقرب طريق، فلا إشكال ولا إبهام في ذلك، كما صرح به الغزالي حجة الإسلام في المستصفى، وصرح به كذلك غيره من الأصوليين، ولا مانع. انتهينا من التعريف. ويطلق البيان أيضا، يعني إطلاقا إيه؟ إطلاقا ثانيا، إطلاقا آخر، وأيضا دي إيه؟ من آضى يئيض، يعني راجع على الدليل الدال على ذلك الإخراج، على نفس الدليل الذي حصل به الإخراج، اللي هو إيه بقى الدليل؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هو ده الدليل، وسبق أن عرفناه في أول الكتاب. قال ويطلق البيان أيضا على الدليل، وليس أي دليل، إنما الدليل الذي حصل به الإخراج، حصل به الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يبقى على ذلك الإخراج اللي هو إيه؟ اللي هو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وعلى المدلول، يعني على العلم المستفاد من الدليل، أو على الظن المستفاد من الدليل، وهو المبين،
بالفتح المبين غير المبين. المبين ده الشخص، أو أي متعلق التبيين ومحله. ولذلك قال بعد ذلك وآخرون عرفوه بالعلم الحاصل من الدليل، اللي هو التعريف الثالث، وهو المبين. المبين بالفتح أي متعلق التبيين، لأن التبيين ده مصدر، والمصدر ده اللي هو التبيين اللي هو يتعلق به المبين اللي هو أثره ومحله، فهو نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل. ومن ثم أي ومن هنا، بعد أن ذكرنا لكم ثلاثة اتجاهات في تعريف البيان، اختلف العلماء في تفسير البيان. وهذا ليس اختلافا محققا، ولكنه اختلاف باعتبار أن كل واحد نظر إلى البيان من جهة، فمنهم من نظر إلى البيان باعتبار فعل التبيين، ومنهم من نظر إليه باعتبار الدليل الذي يحصل به البيان، ومنهم من نظر إليه باعتبار العلم أو الظن المستفاد من ذلك الدليل الذي يحصل به البيان. فعرفه بعضهم بما مر إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وآخرون بالدليل الذي هو ما يستفاد أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعرفه آخرون بالعلم الحاصل من الدليل. إيه العلم الحاصل من الدليل؟ اللي هي القضية، اللي هو الحكم المستفاد من الدليل. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على مسألة أخرى، وهي مسألة الغرض من البيان. ما هو الغرض من البيان؟ الغرض من البيان قد يكون في المكلف به إما العمل وإما الإفتاء. أنت المولى سبحانه وتعالى كلفك بفهم شيء، وذلك الشيء مشكل، إذا كلفت به فالله سبحانه وتعالى تفضلا وكرما ومنة سيوضح لك ذلك الذي كلفت به، وما ذاك إلا من أجل أن تعمل كما بين لك، يعني الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب ما هي هذه الصلاة؟ بينها لك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيانا من أجل أن نفهم لنعمل، أو من أجل أن نفهم لنفتي، كما شرع لنا كمكلفين أحكام الحيض والنفاس، لكننا لا نتعلمها ولا يزال إشكالها ولا يرفع إبهامها من أجل أن نعمل نحن الرجال، ولكن من أجل أن نعلم النساء وأن نفتي النساء فيها. قال ولا يجب البيان عقلا، يعني هنا المراد بلا يجب البيان عقلا يعني أنه لا بد رفع لزوم البيان. ولا يجب البيان عقلا يعني يرتفع لزوم البيان إلا في هذه الصورة، ارتفع لزوم البيان في كل ما هو مشكل إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا كلفت بفهم المشكل من أجل العمل أو الإفتاء. خلي بالكم هي العبارة يعني متركبة صعبة شوية، لأن دي عبارة المحلي، المحلي على جمع الجوامع، دي عبارته كده وهو بينقل منها. كانوا حافظين جمع الجوامع بشرح المحلي، وكانوا عمالين يقرؤوا للنهار وحطوه في كل شيء،
دماغه اتكونت منه، درس وقرأ وأقرأ وألف، وهو بيكتب اهو المحل جوه الدماغ، اكتب 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 ها، ويحرر ويحقق وهكذا. لان الناس دي كانت مقيمه في العلم ليل نهار، ما كانوش بيملوا، ما كانوش بيتعبوا، كان عندهم العلم ده شهوه، عنده شراهه، يعني عنده شبق للعلم كشبق الرجل الى غير العلم، وشبق زائد نتج منه يعني انصراف الاوقات في طلب العلم فقط، لم يصرف الوقت الا للطلب. ولا يجب البيان عقلا، عرفنا يعني ايه عقلا؟ ده تفسير الشيخ العطار كده، يقول لك عقلا يعني انه لا بد منه، على معنى انه لا بد منه. يبقى لا يجب البيان عقلا في اي شيء الا استثناء. والاستثناء ده ايه؟ ده اخراج من النفي، واذا اخرجنا من النفي يكون على سبيل الثبوت، لان الاستثناء من النفي ايه يا مشايخ الاسلام؟ الاستثناء من النفي اثبات، ومن الاثبات نفي. احنا مش مع بعضينا، ما بنذاكرش ولا من شايل ده، احنا لسه جايبينها من شويه. طب اهي سؤال، الصلاه على سيدنا النبي كده اهي، الاستثناء. والاستثناء من النفي اثبات، ومن الاثبات نفي. يبقى الاستثناء من النفي يا مشايخ الاسلام اثبات. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ولا يجب البيان، يبقى نفى وجوب البيان في كل الاشياء الا ام اخرج الصوره ديت من النفي فجعلت جعلت اثباتا، لان ما فيش الا حاجتين، يا نفي يا اثبات. الشيء اما ان يكون مثبتا واما ان يكون منفيا، فان اخرجته من النفي عقلا أدخلته في الإثبات. الدماغ كده خرجته من النفي وديته فين؟ وديته الإثبات، ما وديتوش الأزهر الشريف. قال فيبقى عدم وجوب البيان في كل الأشياء إلا في هذه الصورة فيجب فيها البيان. ولذلك عبارة المحلي كانت على الإثبات. قال ويجب البيان عقلا لمن أريد فهمه المشكلة. فهمنا؟ طيب لمن؟ لمن؟ من كما قلنا تستعمل في العاقل، من يعني لشخص، أريد مبنية لما لم يسمى فاعله. مين بقى أريد؟ مين الفاعل؟ الله. أراد الله فهم المشكلة لشخص كلفه بفهمه. بس كده اتحلت العبارة دي كده، لأن الإنسان لما كان يقرأها يحس إنها عبارة كده تركيبها صعب، تركيبها إشكال يحتاج إلى بيان. هي كده تركيبة، كده تركيبة بصراحة، يعني أنا حاولت أبسطها لك بأدنى درجات التبسيط. نقولها تاني عشان الطلبة برضك يعني تتمكنوا منها. قال ولا يجب البيان عقلا إلا لمن أريد، إلا يعني يجب البيان على أو للشخص
ما بيقول لك لمن، لمن يبقى ايه؟ لشخص. يعني هيبين لذلك الشخص. أراد الله، ما هو أريد ده ربنا اللي أراد، يعني أوجب عليه فهمه من أجل أن يعمل، لكنه مشكل ماذا يفعل، يبينه له. قال إلا لشخص، يعني يبين لشخص أراد الله فهم المشكلة من ذلك الشخص. يبقى فهم، يبقى لمن أريد فهمه المشكلة. يبقى المشكلة دي يا مشايخ ده مفعول، يبقى فهم الشيء المشكلة. طيب ممكن تكتب العبارة دي تفسير ليها، يعني لابد اكتب كده تفسير ليها، انا بساعدك ان انت تذاكر، ولا سيبك كده. تقول يعني لابد من بيان المشكلة لشخص أريد منه الفهم، لحاجته إلى ذلك من أجل أن يعمل أو من أجل أن يفتي به. فهمنا يا مشايخ؟ ليس بعد ما أقول تبسيط، الذي يحتاج إلى تبسيط بعد تبسيطي كأنه يحتاج إلى ماء بعد شربه، يعني لكم من ضخم من الماء. ينفع؟ والله لو عندك أدب اكتب شيء. إيه؟ ما هو آخر آخرة موجودة، اللي يعمل به أو يفتي به. طيب قال لي إما ليعمل به كالصلاة أو يفتي به كالحيض. ليه؟ لأنه يا أخوانا تكليف الشخص بالفهم لشيء لا يفهم منه شيء بدون البيان تكليف بالمحال. بقول له وجب عليك أن تفهم ذلك المجمل من أجل أن تعمل به أو أن تفتي به. لو أنا ما بينتلوش يبقى أنا كلفته بالمحال، كلفته بالفهم، والمجمل من حيث هو لم تتضح دلالته، يبقى أنا كلفته بإيه؟ كلفته بالظبط كده اهو، بأنه هو يربط عينيه ويقود السيارة على الطريق السريع، وعلى يمينه يعني ماء وعلى شماله ماء، هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، كان الله بالسر عليه. يبقى تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال. طيب إذا لم يرد فهمه لا يجب البيان ولا يلزم البيان، وكم من أشياء لم يلزم بيانه اللي هو المتشابه، والأصح أنه قد يكون بالقول بالفعل كالقول، كما في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجه، كما في فعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحجه، فإنهما مبينان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة
ولله على الناس حج البيت. يعني يا مشايخ، البيان كما يحصل بالقول يحصل كذلك بالفعل، فيأتي المجمل أو يأتي ما يحتاج إلى بيان، ثم بعد ذلك يليه فعل يوضحه ويرفع إبهامه ويرفع إشكاله، أو يأتي ذلك المجمل ثم بعد ذلك يأتي القول الذي يشرحه ويبينه. قال والأصح، أصح يبقى مشايخ في إيه؟ في خلاف، وخلاف بين قوي وأقوى، أنه قد يجب قد يكون بالفعل، يعني قد يكون البيان حاصلا بالفعل كما أن البيان يحصل بالقول، ما فيش خلاف ما بين الاثنين. كما والدليل على ذلك فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة يعتبر بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وحجه صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر بيان لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففعله قد بين ذلك المجمل، لأن أقيموا الصلاة، ما هي الصلاة وما هيئتها وما كيفيتها، اللفظ لم يوضح لنا شيئا من ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إيش هو الحج؟ الحج في اللغة هو القصد. طب في الاصطلاح ما نعرفش، فجاء فعل سيدنا رسول الله موضحا لما أريده من قوله تعالى ولله على الناس وأقيموا الصلاة. ولذلك قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الصلاة هذا، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وقيل لا، لا إيه؟ يعني لا يكون الفعل بيانا. الفعل قالوا الفعل غير صالح للبيان. لماذا؟ قالوا لأن الفعل قد يطول، يعني يطول زمنه، فبطول زمنه يؤدي إلى إخراج الشيء عن وقته، فيكون بذلك قد أخرنا البيان عن وقت العمل. يظل يفعل له بالفعل ويفسر له بالفعل حتى يخرج الوقت، ويبقى أخرجنا، يعني إيه، أجلنا البيان إلى خروج الوقت، وذلك غير متاح ولا مباح. الذي قال بالأصح قال ما هذا أيضا موجود في اللفظ، ممكن اللفظ يطول، اللفظ الشارح للماهية المأمور بها ممكن يطول، وإذا طال يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة أمر غير جائز. فما كان جوابا لك كان جوابا لي، فقد جاوبه بالمعارضة، عارض قوله بدليله. انت بتقول ايه؟ لا والله لا يجوز البيان بالفعل لان الفعل قد يطول في الشرح فيؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة، يفضل يبين له يبين له الصلاة من صلاة الظهر الى صلاة العصر، ويخرج صلاة العصر وهو مصلاش، يبقى أخرنا البيان عن وقت، يا مشايخ عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا ما هو ده حصل أيضا في الفعل، ممكن كده ويديله محاضرة يعلموا فيها الصلاة من الظهر للعصر، يخرج وقت الظهر ولم يصل، يبقى أخرجنا العبادة عن، أو أجلنا أو أخرنا البيان عن وقت الحاجة. فما كان جوابا لي لك هو جواب لي. طيب قال والأصح، هو هنا بقى بيتكلم على مسألة
أخرى وهي مسألة من اللطائف، لطائف العلم، اللي هو إيه؟ بيقول له أنا عندي أمر تقدم ومشكل مجمل مثلا يعني، ثم بعد ذلك جاءني قول وجاءني فعل، كل منهما يصلح بيانا للمجمل، والقول والفعل متفقان في البيانية، مجمل قول فعل، مجمل فعل قول، كل منهما إما أن يتساوي في القوة وإما أن يتفاوت كل منهما عن الآخر في القوة، أيهما يكون هو البيان؟ هل المجمل ثم جاءني قول بعد المجمل ثم جاءني فعل، القول هو البيان ولا الفعل هو البيان؟ قالوا المتقدم دائما هو البيان، سواء كان المتقدم قويا أو كان المتقدم ضعيفا. يعني ضعيف بمعنى ايه؟ يعني ليس كالثاني في القوة. فالمتقدم دائما هو البيان، والثاني، طب والثاني فايدته ايه؟ قالوا الثاني يكون تأكيدا، تقوية، تسديدا للأول. فلو رسمتها على الطرابيزة، على السبورة، هيبقى مجمل فعل قول، الفعل هو البيان والقول تأكيد للفعل، اعكس، مجمل قول فعل، القول هو البيان والفعل تأكيد له، لأن هذا من شأنه، يعني من شأن المتقدم أن يكون هو البيان. نقرأ بقى مع بعض كده لأنها بسيطة جدا، الباب ده كله بفضل الله ماشي، والكتاب يجري ويذهب إلى مثواه الأخير، القراءة دي مش الكتاب نفسه. والأصح أن المتقدم من القول والفعل، من هنا لبيان جنس المتقدم، المتفقين، ده صفة لمين؟ للقول والفعل، لأن إما أن يكون القول والفعل متفقان في البيانية وإما أن يختلفان ويكون أحدهما أزيد من الآخر. أن المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين. طب وما حكم الآخر؟ إذا كان الأول مبين ما حكم الثاني؟ قال والآخر تأكيد له، هيعمم بقى حتى يرد على ما بعده. قال وإن كان دونه في القوة، فمنها يعني وإن كان، عايز تفسر الضمائر فسرها، وإن كان المتقدم دون المتأخر في القوة، وإن كان المتقدم دون المتأخر في القوة، يعني المتقدم قوي والمتأخر أقوى، القوي هيبقى هو البيان والأقوى هيبقى توكيد للقوي. وقيل ده مقابل الأصح،
إن كان كذلك، يعني إن كان المتأخر دون المتقدم في القوة، كان المتأخر هو البيان لأنه هو الأقوى. وسكت عن الأول، طب البيان هيبقى المتأخر، طب الأول هيبقى إيه؟ سكت عنه، وكأنه عايز يقول إن الاتنين تعارضا في البيانية وتزاحما في البيان، فلما تزاحما قدم أقواهما، كأنه أراد أن يقول هذا. وإن لم يتفق، هذا إن اتفق، فإن لم يتفق القول والفعل، وما هي صورة عدم الاتفاق؟ أن يزيد كأن زاد الفعل على مقتضى القول، يعني على ما يقتضيه القول صورتها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا آية الحج في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني بعد ما قال وأذن في الناس، المولى سبحانه وتعالى قال ابتداء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهذه الآية مشتملة على إيه؟ على الحج اللي هو إيه؟ اللي هو الطواف بالبيت العتيق. طواف بالبيت العتيق يعني إيه؟ يعني مرة واحدة. قال بعده إيه بقى؟ قال: كما لو طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول آية الحج. أنهي آية؟ اللي هي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية طاف طوافين مثلا، وأمر بطواف واحد، هو طاف طوافين صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يطوفوا طوافا واحدا. ولذلك ورد أنه قال: من قرن الحج إلى العمرة فليطف طوافا واحدا، مع أنه ورد وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين. فالمعتمد في هذا القول: تقدم أو تأخر أو لم يعلم أيهما المتقدم من المتأخر. ولذلك قال: فالقول هو المبين. فالقول هو يا مشايخ هو المبين. احنا عايزين نجمع ما بين الأدلة، سنجعل القول الذي هو الأمر بطواف واحد مبين لقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طب وفعل سيدنا النبي الزائد على ما اقتضاه القول اللي هو الطواف الثاني يبقى ايه حكمه؟ قال له الطواف الثاني ده هنجعله من خصائص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وفعله، أي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الزائد على مقتضى قوله يحمل ذلك الزائد على أنه من خصائصه. يبقى الطواف الواحد اللي صدر من سيدنا، ما هو صدر منه طوافين، طواف هيبقى تأكيد لمقتضى القول، والطواف الثاني هيبقى من خصائصه. إما مندوب
أو واجب، يبقى إما يحمل على خصائصه ويكون الطواف الثاني في حقه واجب، أو يكون الطواف الثاني في حقه مندوب صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تقدم الفعل على القول أو تأخر أو لم نعلم. ولذلك قال: متقدما كان القول على الفعل أو متأخرا أو جهلنا ذلك، وإنما فعلنا ذلك من أجل الجمع بين الأدلة. وقيل المتقدم منهما هو المبين على وزن ما سبق. من اللي تقدم؟ القول يبقى هو البيان، الفعل يبقى هو البيان، وتأخير البيان بمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل غير واقع. تأخير البيان عن وقت الحاجة ده عنوانه كده. وتأخير البيان لمجمل، المجمل لم تتضح دلالته، له دلالة لكنها غير واضحة، أو تأخير البيان بظاهر أي لظاهر، هذا الظاهر لم يرد صاحب الشريعة الغراء أن يكون الظاهر هو المعمول به، ولذلك قال: أو بظاهر لم يرد ظاهره، يعني ظاهر قام الدليل على عدم مراده. طب وإيش المراد؟ لسه هو الدليل هيجي لك ويقول لك. تأخير البيان عن وقت الفعل الذي يعبر به بعضهم بوقت الحاجة غير واقع، وهو الوقت والزمن الذي جعله الشارع وقتا لذلك الفعل. وضابط التأخير الذي لا يجوز التأخير إليه ألا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع متعلقاته. وتأخير البيان لمجمل بمجمل أو بظاهر، هو في نسخة بيقول لك لمجمل وفي نسخة بيقول لك لظاهر، وأنا شايف إن النسخة يعني اللي هي باللام أفضل. وتأخير البيان لمجمل، البيان لمجمل في اللام المحلي، اختلاف نسخ، لكن هو كان الأفضل أن يثبت اللام. وتأخير البيان لمجمل أو لظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل، قلنا بأن تأخير البيان عن وقت الفعل لمعناه تأخير البيان عن الزمن الذي جعله الشارع وقتا للفعل. وضابط التأخير الذي لا يجوز هو التأخير إلى وقت لا يبقى بعد البيان للفعل ومتعلقاته زمن يؤدى فيه، يعني هو يؤخر البيان عن وقت الفعل، يعني هيعمل ايه؟ يعني هيبين لك ثم بعد ذلك لا يبقى من وقت الفعل الا قدر لا يمكن ان انا ادخل الفعل فيه، لا هو ولا متعلقاته. هيأمرني بصلاة المغرب ولا يبين لي صلاة المغرب إلا قبل العشاء بدقيقة، وبعد أن يبينها لي مثلا يعني في نصف دقيقة يدخل وقت العشاء. هذا لا يجوز، هذا لا يصح ولا يكون ولم يقع في الشريعة. قال: وإن جوز وقوعه من جوز تكليف ما لا يطاق. قال هو من في عندنا جهتين يا مشايخ، في حاجة اسمها جهة الوقوع
وفي حاجة اسمها جهة الجواز، يعني جهة الإمكان العقلي الذي لا يترتب على فرض وقوعه محال. جهة الوقوع في الشريعة لم يقع باستقراء أهل العلم بتتبعهم لمظاني التكليف فلم يجدوا شيئا، قد أخر البيان فيه عن وقت الفعل. أما من حيث الجواز العقلي، هل يجوز وهل يمكن وهل يعقل أن يكلف المولى عباده بشيء ثم لا يبين لهم ذلك إلى أن يخرج الوقت أم لا؟ احنا بنتكلم على الجواز العقلي، نتكلم على الإمكان، هو ده ممكن أم واقع؟ لا، واقع مش واقع، بالاستقراء ما فيش مشكلة. طب في الإمكان؟ قال والله بالنسبة للإمكان ده مبني على تكليف ما لا يطاق. هل يجوز أن يكلف الله عباده إمكانا؟ يعني بنفكر كده، هل يجوز أن يكلف الله عباده بما لا يقدرون عليه؟ كأن يقول لهم مثلا احملوا الجبل. احمل الجبل ازاي؟ مش هتقول ازاي، اللي عايز يمتثل بيعمل ايه؟ احمل الجبل. احمل الجبل يا رب بمعونة منك. طب احمله على ايه؟ احمله على كتفي، اخش البس ملابس حمل الجبل واروح لغاية الجبل واقف عنده، فإذا نويت وعزمت على الامتثال جاء الأمر الإلهي بنسخ التكليف. فالفائدة منه هو الاختبار والابتلاء بملابسة الأسباب. ها عوزت ده، أنا رحت لغاية الجبل عشان أحمله. أما بقى اللي مش عايز يعني يكلف هيقول له احمل الجبل ازاي على كتفي، وده يعقل. طب ما كنت بدأت في التكليف، ما كنت بدأت وذهبت الى الجبل ثم بعد ذلك يأتيك الامر بان النسخ قد حصل، فيكون الفائدة من التكليف هو ابتلاؤك باخذ المقدمات. هذا هو المراد. وذهبت المعتزلة الى ان التكليف بمثل هذا محال عقلا لعدم الفائدة فيه، ولأن التكليف فيه عبث، وكأنهم نظروا إلى أن فائدة التكليف هو الامتثال، وقلنا لهم لا، فائدة التكليف هو الأخذ بأسباب الفعل والشروع في مقدماته حتى إذا ما أراد أن يفعله رفع الله عنه التكليف. كما إذا قيل لك وأنت مقطوع الذراع اغسل ذراعك في الوضوء، هتعمل ايه؟ انا ما بتكلمش بمعايير هذا الزمان، انا اتكلم بمعايير من اراد ان يطيع المولى ويمتثل الاوامر الالهية على تقدير وجودها وثبوتها. يذهب يدخل يحضر مياه، يضع على اليمين، ثم بعد ذلك يحاول، فإذا يعني أخذ في الأسباب وشرع في المقدمات نسخ الله عنه التكليف. فابتلاه بمعرفة إرادة الامتثال، هو عايز يمتثل. طيب كلام دقيق، إيه اللي بعده؟ قال وتأخير البيان إلى وقت الفعل جائز. الطلبة اختلطت عليهم العبارتين سهلة، أول واحدة بيقول لك عن وقت، والتانية بيقول لك إلى وقت. الله، هو أنتوا كده بتقروا على مستوى الحرف؟ منهجنا كده إلى ده، ديت لانتهاء الغاية. فالتأخير نهايته
عند الشروع في الفعل. فإذا قاربنا من الشروع في الفعل بين لك ذلك الفعل الذي تتلبس فيه، فهو تأخير عن الخطاب لا عن الفعل. فهمنا؟ هما مسألتين. المسألة الأولى أن يؤخر لك البيان حتى يدخل الوقت، إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع أداء الفعل. وأما هذا فإنه يؤخر لك إلى بداية وقت الفعل، بحيث إنه إذا بين لك كان هناك مساحة زمنية للإتيان بالفعل ولمتعلقات ذلك الفعل. فهو ليس عن وإنما هو إلى. فهناك فرق ما بين العبارتين. فشفت بقى الفرق ما بين عن وإيه وإلى. عن يعني إيه؟ يعني هيدخلني جوه، واخد بالك؟ ولا يبقى من الوقت ما يسع بعد البيان إيقاع الفعل مع المتعلقات، فكيف أمتثل؟ وأما الثاني فإنه عند الشروع في الفعل بما يسع إيقاع الفعل يبين لي، ويبقى بعد ذلك وقت أوقع الفعل مع المتعلقات. قال جائز. جائز يعني يا مشايخ؟ يعني جائز عقلا. افهم، الله يكرمك افهم، احنا عايزين نفهم. وواقع، يبقى انا عندي دايرتين. من حيث الجواز العقلي هو جائز. لماذا؟ حطها كده عندك قاعدة، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. لماذا كان جائز عقلا؟ لأنه ما الذي يترتب عليه إذا أخر البيان إلى وقت الفعل؟ لا عن وقت الفعل، لا يترتب على ذلك محال، لا محال لذاته ولا محال لغيره. وواقع، وهو أيضا في الشريعة بعد استقراء علمائنا وأئمتنا لمظان التكليف قد وقع مثل ذلك. على الأصح في كل الأحوال، لأن أنا عندي المشكل له أقسام، فأراد أن يعمم فقال: سواء كان المبين غير المجمل كعام يبين تخصيصه، لأن العام الذي لم يرد منه كل الأفراد قبل التخصيص مثل المجمل. لماذا؟ لأن ما هي الأفراد التي تخرج؟ ما هي الأفراد التي يأتي التخصيص فيخرجها من تناول العام لها؟ ده مجمل، لأنه لم يرد كل الأفراد، لم يرد كل الأفراد، وإنما أريد بعض الأفراد. ولذلك نتوقف عن العمل بالعام حتى يأتي بيانه وتخصيصه. قال: كعام يبين تخصيصه، مثاله قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني أن ما، يعني أن كل ما غنمتموه من شيء. طيب لمين بقى؟ مش ليكم، لله خمسه، والتوزيع على هذا النحو. فهذا عام لم يرد به كل الأفراد، فيحتاج إلى أن يأتي المخصص. والمخصص
إما أن يتأخر عن، مش إما بقى، هي سورة واحدة فقط، المخصص يتأخر إلى وقت الفعل ومطلق يبين تقييده. مثاله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماشيين في نفس النسق، مع انك انت قلت اصله يعني، طب ما هو مطلق، لكن مطلق اريد فرد من افراده. قال: ومطلق يبين تقييده، لانه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هو اراد بقرة معينة مقيدة، ولذلك نتوقف الى البيان. ودال على حكم يبين نسخه، هو دل على حكم ولكن هذا الحكم منسوخ، يكون هذا مجمل أو يكون هذا يحتاج إلى بيان بعد ذلك يعمل به إلى ورود البيان، مثل قوله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ثم جاء بعد ذلك نسخ هذا الحكم، يبين نسخه. أما المجمل كمشترك يبين، أم المجمل كمشترك يبين، أحد معنييه مثلا، أحد معنييه وكذلك أحد معانيه، يعني معنييه أو معانيه، لأن المجمل المشترك قد يكون مشترك ما بين معنيين أو ما بين ثلاثة معاني أو فوق، فهو لعله قصد بالمعنيين معنيين فما فوق. ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته، متواطئ يعني مشترك معنوي، ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته كالحيوان، حيوان ده متواطئ ليه؟ لأنه مشترك معنوي، هذا المشترك المعنوي له أفراد، هذه الأفراد قد تكون أفراد الإنسانية أو أفراد الفرس أو أفراد الحمار أعزكم الله، يبقى الحيوانية دي قدر مشترك بين أكثر من نوع. فلما يجي يقول لك مثلا اشتري لي حيوان، طب اشتري لك حيوان يعني ايه؟ اشتري لك مثلا كلب ولا اشتري لك قطة ولا اشتري لك رقيق ولا وهكذا، فده انا ببسط لك، فهذا يعتبر ايه؟ يعتبر متواطئ، يبين احد ما صدقاته. طيب بعد كده قال ايه بقى يا مشايخ؟ قال: وقيل يمتنع، ما هو خلاص ده هو ايه، كل هذه الاشياء تعميم لما سبق، يعني هو عايز ما يريد ان يقول يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل في كل هذه الاحوال، يعني يجوز تأخير بيان المجمل الذي يراد اتضاح معناه كعام، يجوز ان يؤخر بيانه الى وجود الى ورود تخصيصه، ويجوز تأخير بيان المطلق الى وجود تقييده، ويجوز ان يؤخر بيان المنسوخ الى وجود الناسخ، ويجوز ان يؤخر بيان المشترك الى ان يبين احد معنيه،
وكذلك المتواطئ إلى أن يبين أحد أفراده. وقيل في رأس هذه المسألة يمتنع تأخيره مطلقا. مطلقا دي يقصد بها أي مطلقا عما سبق من كل هذه التفريعات السابقة. مطلقا لأنه ذكر إيه؟ المجمل العام أدي واحد، المطلق اثنين، النسخ ثلاثة، المشترك أربعة، المتواطئ خمسة. فلما يجي يقول لك مطلقا يجوز مطلقا يعني في كل هذه الخمس، لا يمتنع يعني لا يجوز أن يؤخر البيان فيها إلى وقت الفعل. طيب ليه بقى؟ لأنه يخل بالفهم، لأن تأخير البيان يخل بفهم المكلف للخطاب، يخل بفهم المخاطب للخطاب. كيف؟ لما يخاطب بالعام ويؤخر بيانه إلى وقت العمل، المكلف هيظن إن المراد كل الأفراد فيقع في الخطأ. ولما يؤخر المطلق، يؤخر تقييده، المكلف هيظن أي فرد مش فرد معين. ولما يؤخر يعني بيان النسخ، المكلف هيعتقد استمرار الحكم وهذا يخل بالفهم. أو لما يؤخر بيان المشترك، المكلف أيضا هيخل بفهمي، ده مش هيفهم حاجة أصلا في المشترك، مش هيخل بالفهم، مش هيفهم حاجة، لأنه أحد الفردين. هو إيه بقى المراد بالاثنين دول؟ أما عند من يحمل المشترك على كلا، على كل من معانيه أو معناه أو معانيه كالإمام الشافعي، خلاص هي يعتقد أن الفردين هم أفراد المشترك هي المرادة. والمتواطئ قبل أن يبين أحد ما صداقاته هيعتقد أن أي فرد مجزئ كالمطلق بالضبط. قال لأنه يخل بالفهم، وقيل يمتنع في غير المجمل، يعني لا يجوز. خلي بالك عشان لو عايز تذاكر، لو عايز تذاكر أنا بقول عبارات سهلة، أنا بساعدك على إيه يا مولانا؟ على المذاكرة. ويمتنع في غير المجمل يعني لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل في غير المجمل، ويجوز تأخيره في المجمل. يمتنع، اكتب كده، عايز تكتب ده عبارة شلتوت بارك الله فيه، اكتب قل يجوز، لا يجوز، يجوز ايه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت إلى بقى إلى وقت الفعل في العام والمطلق والمنسوخ، بس هم ثلاثة هم. ويجوز تأخيره إلى وقت الفعل في المشترك والمتواطئ. الله، كلام جميل. ما الذي جعل هناك فرق بين غير المجمل والمجمل؟ الفكرة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، إن التأخير في غير المجمل يؤدي إلى الإخلال
بفهم المخاطب، لأنه في العام هيعتقد مراد أن المراد كل الأفراد، وفي المطلق المراد أي فرد، وفي الناسخ هيعتقد في النسخ هيعتقد أن الحكم المنسوخ مستمر البقاء، فيقع بذلك في الخلل، فالتأخير يؤدي إلى الإخلال بفهم المخاطب، والإخلال بفهم المخاطب ممنوع. وأما المجمل، لماذا جاز في المجمل؟ الفكرة بقى، أنا عايزك تفهم فكرة المسألة، مشربها العلمي ده أهم حاجة. قال لأنه في المجمل لن يخل بالفهم، لماذا؟ لأنه لن يفهم منه شيء، فلا يؤدي إلى الوقوع في المحظور. هو في المجمل فاهم حاجة كما قلت لكم من قليل، ده مش فاهم حاجة، لا يخل بفهمه مطلقا. وقيل يمتنع البيان، يمتنع تأخير البيان، تأخير البيان إلى إيه؟ إلى وقت الفعل. في البيان الإجمالي، يمتنع تأخير البيان الإجمالي. يبقى أنا عندي يا مشايخ نوعين من البيان، اشرح لكم الحدود، بيان إجمالي وبيان تفصيلي. البيان الإجمالي الذي يدفع به المخاطر السابقة اللي هو الإخلال بفهم المخاطب، أن يقول لك مثلا هذا العام ليس المراد به كل الأفراد، بل المراد به بعض الأفراد، فلا تعتقد خلاف ما يراد من العام، فلا تقع في الخلل. يقال لك، يقول لك مثلا اعلموا أن ما غنمتم من شيء بعد نزولها، مثلا يقول سيدنا النبي هذا العام ليس المراد به كل الأفراد لأنه وحي، وهكذا. والله على كل شيء قدير، هذا العام لا يراد به كل الأفراد، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب، إنما تتعلق بالممكن، صحيح كده؟ طيب. ويقول لك هذا المطلق المراد منه فرض معين وليس أي فرض، فلا تقع في إخلال ذهني. ويقول لك هذا المشترك المراد به أحد معانيه، لا، ما هنا بقى بخلاف المشترك والمتواطئ، لأن المشترك والمتواطئ حتى لو قال لي المراد به أحد معاني، أنه معنى ما أنا محتار، والمتواطئ ده المراد به أحد المصادقات، أنهي المصادقات ديت؟ برضك أنا ما زلت واقع في الإخلال. وقيل، نقرأ تاني بقى كده، فيه وضحت عندنا الفكرة. عندنا بقى البيان التفصيلي اللي هو يأتي المخصص ويبين ما هي الأفراد التي خرجت عن إطار العام، ويأتي المقيد ويبين لي ما هو الفرد الذي أراده المتكلم من المطلق، ويأتيني في ما هو عندك النازخ وعندك المقيد، بخلاف المشترك والمتواطئ ما ذكرش الناسخ. عندك ايه هنا؟ ذكر الناسخ ولا ما ذكروش؟ اخرجوا من الدائرة، لانه اصلا الناسخ الاصل بقاؤه واستمراره. قال وقيل يمتنع فيما، يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر، ماشي صح كده، مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد، بخلاف
المشترك والمتواطئ. يبقى هو بيمتنع في هذا في البيان الإجمالي بخلاف المشترك والمتواطئ، فالمفهوم منه أنه لا يمتنع. ليه؟ لأن الفكرة موجودة، إن أنا مش هفهم منه حاجة أصلا، ولا محتاج هو لبيان ولا غير بيان، لبيان إجمالي ولا غير بيان إجمالي، لأن المشترك أيضا يعني إذا أخر بيانه، والمتواطئ إذا أخر بيانه لا يترتب على تأخير البيان الإيقاع في فهم غير المراد، لأنك أنت لن تفهم منه شيئا. فلو تأخر البيان لا يترتب على ذلك فهم غير المراد. لأنه لا يلزم محظور من تأخيره وإن كان له ظاهر. نعم صحيح. طيب لا كما قلنا بخلاف المشترك والمتواطئ، مشترك والمتواطئ لا يلزم من تأخير بيانه أي محظور للمكلف، نفس الفكرة الحمد لله. طيب الثاني، الرأي الثاني عندك إيه؟ وقيل ويمتنع في غير النسخ ويجوز في النسخ. يمتنع في غير النسخ، احنا عندنا قلنا كام؟ قلنا هم خمسة. يمتنع في أربعة ويجوز في واحد وهو النسخ. يعني يمتنع تأخير البيان إلى وقت الفعل في العام، المطلق، المشترك، المتواطئ، ويجوز تأخيره في النسخ. طيب يا سيدي ليه؟ قالوا لإخلاله بالفهم من اللفظ بخلاف النسخ، فإن تأخيرها إلى وقت الفعل لا يخل بفهم المراد. لأن ليه بقى؟ قال لأن النسخ هيأتي ويلغي ما سبق. هيعمل الناسخ؟ هيرفع كل ما سبق. قالوا لإخلاله بالفهم بخلاف النسخ، فإن تأخيرها إلى وقت الفعل لا يخل بفهم المراد، لأن الناسخ لا يغير الخطاب السابق باعتبار نفسه، وإنما يرفعه أو يبين انتهاء مدته. ولا يعمل حاجة، ده هيجي إما أنه هو يرفعه، وإما أنه هو يأتي ويقول أن الخطاب السابق نهاية مدته وجود الخطاب اللاحق، ولا يترتب على ذلك أي إخلال لا بفهم ولا بغير فهم. بس قلنا له، هنقول له طيب بس في إخلال تاني، أن تأخيره إلى وقت الفعل يؤدي إلى اعتقاد ديمومة الخطاب، وده مش مفسدة؟ وده مش إخلال؟ طيب اقرأ بقى اللي عندك بيقول يا مولانا. قال المصنف رحمه الله: وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ، لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمله كما سيأتي. لأنه رفع للحكم، يعني رفع للحكم السابق، يعني رفع لاستمراره، قطع استمرار الحكم السابق، أو بين أن الحكم السابق نهايته بوجود الحكم اللاحق. طيب وهذا عنده لا إشكال فيه ولا إخلال. وقيل يجوز التأخير في النسخ اتفاقا. يعني ايه؟ دي طريقة تانية، طريقة الماضية دي طريقة حكت الخلاف،
أما هذه الطريقة بتقول لا، النسخ ده مفروض ما يبقاش فيه خلاف البتة. الطريقة اللي فاتت قال لا في الخلاف، طريقة في حكاية الرأي. وقيل يمتنع التأخير في النسخ اتفاقا لما ذكر من عدم الإخلال بالفهم عند التأخير. وقيل يمتنع تأخير البيان بعض البيان دون بعض. وقيل يمتنع تأخير البعض البيان دون بعض. تأخير بعض البيان دون بعض يعني ايه؟ بيقول له يا اما تبين مرة واحدة يا اما تأخر، اما تبين البعض دون البعض ما ينفعش. تيجي تخصص بعض الافراد ثم بعد ذلك تيجي تخصص بعض اخر، هذا ممتنع. قال يمتنع تأخير بعض البيان دون بعض دون البعض الآخر. قالوا وإنما يجوز التأخير دفعة، عايز تأخر أخر الكل. طب صورتها إيه يا مشايخ؟ بالنسبة للعام يأتي مثلا ويقول اقتلوا المشركين، ويجي بعد كده يقول لك إلا أهل الذمة، إلا المعاهدين، إلا المستأمنين. بدأ جه يستثنى بيخصص، قال له يا إما تبين مرة واحدة يا إما تأخر مرة واحدة. أما أن تبين بعض ثم تترك البعض الآخر هذا لا يجوز. قال له لأني يعني التجزئة هذه تؤدي إلى أن المكلف يعتقد إن كل المخصصات كانت في الأول وأنه لا يبقى بعد ذلك تخصيص آخر، فأوقعته في فهم غير المراد. افهم وعلى الراجح فالمعتمد من جواز تأخير البيان يعني إلى وقت العام. الراجح اللي هو إيه؟ اللي هو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت العمل. فالمعتمد المعول عليه أنه يعني أن الحال والشأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. وقيل لا، تأخير التبليغ يعني لما أوحي إليه من كتاب أو سنة، يعني ينزل عليه سيدنا جبريل بالآية وهذه الآية لا يبلغها المكلفين إلى وقت العمل. يعني أول ما يخش وقت العمل يذهب ويقول لهم أنزل الله علي كذا وكذا، إما بواسطة القرآنية وإما بواسطة الحديثية. قالوا على الراجح فالمعتمد أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ يعني أن يبلغ الآية أو يبلغ الحديث الحكم الشرعي إلى وقت الحاجة، الحاجة إليه لوقت العمل. قالوا لانتفاء المحظور، لأنه لو أخر تأخيره لا يؤدي إلى الإخلال بالرسالة. متى يؤدي إلى إخلال بالرسالة؟ إذا أخر إلى وقت العمل، وهو لم يؤخر. إذا أخر عن وقت العمل وهو لم يؤخر عن وقت العمل، وإنما أخر إلى وقت العمل وشتان بين الأمرين. وقيل لا، يعني لا يجوز لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ، قالوا بلغ أي على الفور،
لأن الأمر عندهم يفيد الإيه؟ الفور. ولأنه التبليغ معلوم بدلالة العقل لأنه نبي، فلا بد أن يفيد النص القرآني معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أفاده النص القرآني بعد وجود وجوب التبليغ هو فورية التبليغ. طيب اللي قال بقى بالقول الأول ايه الفايدة عنده؟ ما هو التبليغ معلوم بالعقل، لكن ما الفائدة أن يأتي الشرع منبها على ما علم بالعقل؟ ما هو المعجزة. الفائدة أن يؤيد النقل بالعقل. ما هو النبي ده معصوم، جميل، وإذا كان نبيا فإنه يبلغ كل ما أوحى الله له به، وقام على ذلك الدليل العقلي، ثم بعد ذلك جاء الدليل الشرعي آمرا له بإبلاغ ما أنزله الله إليه، مع العلم أنه قبل ذلك سيبلغ. فما الفائدة؟ الفائدة عند بعضهم هي فورية التبليغ، والفائدة عند الجمهور هي تأييد النقل للعقل. والنص كفاية بقى، نص يعني. نجعل النص في درس آخر إن شاء الله.